مرك ولا ليال حقوق ذا والدين تو وارن ادي ادوين انك الهي وافجيو او الهي سبحانه وتعالى سيو حبقي سي نسيبكي سو كلغو ابي ام هويدي او دا او باهدي انك الهي سيو نعمه الهي كوسو حرقلي برواقه الهي كوسو قلي جنه الباب كذا الهي كلهي ادو الباب كاس جنه هيس كحورين الضبع والله سبحانه وتعالى مقاش الحديث كان يقول عليه الصلاة والسلام حديث كأويري ودعاء جبريل دعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمين يري حد أمين ولا ذا جبريل باد دعي رغم أنف رجل كبر عنده والداه فلم يدخله الجنة وحباب أي أهوغي أو خساري نن أبيه هو يدي كأقوين ذين أما متكوت ويسن إيه وسبب إنه قن جنة ذي نوقلوا جنة ذي قليم وعي يعني إحسان كأحسن فلي وناق والله إيمان أيه أيك جنة مظنية هدو تاجنا وعينا هذه جنة ذي هلي مايو هلاك بكل عيا مركوا النعمة وين وفق إلهي لبا والد وسي النعمة وين وحند أوقاتا بركة أردن يا خير أردن يا وناق أردن إلهي ما شاء قول أحد جاي قصوين كو سنة دي شيء جوز كبدنيهن حج كي دويد بري دويد حج كي هداها ما إن الشيخ أو مصري هون إسكو وضن كان قطر كوضن بهذا ليه موضوع حقوق يعني قرن ماي وحب أحد ما المه حج كا لكن موضوع عجائب ليه يعني شيء كذب وقبل الله بيبا بس بنبه الله هذا يعني وحوير مصر ماشى مصر اللي يلعب عمارة عمارة وتقنن بلدين وين هي جبتي بحال باكو قرا حيوا غوبتا عمالدي ودوما غوبتا بل واشرفت وحا كنول بري كميدا ددكا كنول رير ككوبن قف دو مرا او عرور له ووري بمد الما مركاس ناس كاينو جنيش او رضيعه اي هويدهد او ده دوقا ايا لا نول انت سب نينكي غوري لها ما جوه وا كمقن دبكي با قبسدي سو سوداي غوري بو غاري غوري مركو غاري دبكي با قبسدي وحاي نوقتي مركا إن لقى عرره إن علمه إلا فكته مركا علمه ذو بدينهن مربا مد بي دفتا وألا فكتا مربا مد وحا إسكو سوى قار إسكو قب صديق بمكي ودن بيسي ضبكي إيا قرحي إغوينا إيوه هو يذيب إيا علمه أي بشي أو مركا أو مركا رضيعها ناس كنوغي مد هذي قادة ككلنا قرحي بكل عي وقاس كي وحيد نبى أسقف صدي مركا وأرن خطر أهو وأنا موقف حساس وي خطيرة خطيرة كنا المهن وابير كذي كنا وهو يدي كذا مركا مركا وحي الشيخ إلى أي وحوا فجي إن المه يسكدي شو هو يدي أي قادو يدي مصر عنكرت هو يدي بيضف تري لبودي مركا سي ماشي كتورتي أي كل عرر ليس يقولوا يكالي سيدادي أي شيء بأقولي إسلق رحي قول كيو لن شقدي ونبا بك ما لا سوى قريكا المركة يضو مركة عند هذا أو شانو يركيسو أي ماشي إسلق ضمست بقوتي المهيران وكجرة لذكي والله فرحي وماشي والو لكن يدي ما فرحي كرتو دي المهي دي أو ناس كانوا بي كسو تكتي لكن محيب بدبال سوى شيخ وحن أقول لارتي شيخ موافي بالليلة وحو يري مركي اللي هيمين والله دي دمش كي ما دي طيب ماشي هو ضم بس بين نقطتين بحي مركز سو اني كلا قاد قادان وبل بحي علمي في ريان شيخ مرع الهي مرع يشو كل ارتي والله بيرو حلو تجا علمي يرى او سيدي سي او اويه او وح تن اين كغبن ميل لوخ بك غاد غوري انت سي كلا حتى سريرتو كو جيفي ضم بس بين نقطتين إلا المهس يا بدبذين الله رب العالمين نبي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سوماي قادرون على كل شيء ودبا وحبر ريبين المها إلهي باب بدبذين لكن حكو بدبذين سبب بين ليضه وسبب تهو يديد دور شدا أي دورتين إني هو يديد أي معركة دور بدو المها كدور بدو أي إلهي سبحانه وتعالى كو بدبذين المهس حديثي والله سعطان وإن شيء جاء وحديث مهمة وباب كان كسافسا صدح نين
ريب بني إسرائيل أو سفرة أي وحي ربا كسو دعي وحي سدهن إن بورتن هوستي ذا كغالا روب كان باشا سي غالين أما هل كاسي أبر ينبا آو هل كاسي أهيدين بور هوستي ذا قد كيال بي أهيدين بورتي باب لغا حوين كسو دعيو أفكي كأوذي وأما قشين حديث كان وضا مالين يقول لي بذي وأكو حرمي خلاص صدح دين هل كاسي كجرا جوال إيه تليفون لما هستو موبايل داد كالغولة هالضو أما أنبلاش لو غيرتا أما أسكر لو غيرتو فمحي سميين اتصلوا بالله ربي بإله الله سبحانه وتعالى ننكي بالله غي سدح دو ذا واحد دينورتا ورسدح دينو واحد دين بدبادين كرما أنت ملي إلا آد إلهي كبر إذان مدول بو عمل كاد إسليد هاي وعمل كي أمهم سنة إن ربي كاقر رالي النقضي ما أنت كبري كاون باكو بدبادين هي ننبه هذا كبالله غي وحير اللهم إلهي كان لي أبوان لبا أبان لها لبا أبا معناها أبي هو يواي أبوان هدي أدمغ في اللغة العربية وتغليب ويانو وحويان أبي هو يلو جيدا أبواني كان لي أبوان كبيراني ودقه ودقه قبوبي لبا دوبا وحان عادة إذا كمل هيدو رقان كي كملها مركا ريربادية الإسكاء هاي ريربادية ويو وحوير حولها مركان سو قلبي وهبينكي oo soo noqdo oo aan caanihi aan lisoo macaanihi maalo iyaga cidna kama hormarin jirin hadda waa inaan caanihi u qaybiya ilmihi iyo xaaskii iyo waxa soo ma iyagaan ugu horreysiin jir cid iyaga ka horreyso cabbi jirtay caanaha ma jiraan wakuntu laa aqbiqu qablahuma ahlan walaa maala marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yidhi xoolaha waan soo daahay way seexdeen iyagoo seexday labadii waalid baan ibid buu yidhi عنه وأصول لسي قدحي أما قاوه أن كسول لسي بان ودا مركا يغين وهردان إلمه وسول جيدا دكتي كل أنه وسول جيدا مركا لما شيء بوان ديري بود كو إن عدد دي أن قفو وآبه يهو يري عندنا كهر مريو تامي يلي كربور إن أن هردد إيغو هردد ككعيو ونراكالا عنه عبا إذا نوان ديري بود وإيسور تقريبو حال كيمحو نقضي inaan habeenkaas oo dhan taagnaada buu yidhi qaaiman habeenkii oo dhan waa taagan yahay ma fadhiya xataa waa dul taagan yahay iyagoo horda kaawihii caanaha ku jirayna wuu hayaa gacmuhu ku haya ilmihii waa ooyayaan oo caanihii nasiib ay leeyihiin warkooda ma dhagaysanayo wuxuu sugayaa markay soo kacaan goormay soo kaceen goortii fajarkii ay ahayd salaadii subax markaasay soo kaceen markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey wuxuu yidhi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay أفرج عنا ما نحن فيه أرنت أن أكون دحد عني لباطلا إله ما أنت نقفيت بقحي بأمر الله تعالى ماشي بكرة قاقي دليل ببني لكن كما بحكران لبدي كلا للشغية ورك كينان لبدي كلا للشغية كل لباد بحويري سنة أرنت عجائب للشيء قبل ما نجعل أبو بيري أنا أدرتها وأن رقو شيء يجعله هنا وأن كسيدة أبو أن أجعله جعل حن أن في عنب وهاي وحندون يجوا إلى إنان معركة فحشية زينة كسمي أيضا وديد حتى الحرام ما أبدا لقمة ياب وحو يري مدة مكي أي ديدي زمن وحي مدكرون والأغار ولا جاجودي ولا رفاضي كبعد يضو مسكين هو باهن جاجا وجد أي يوتمد وحي تربوي له هذا وقالها بل واحد رب تسميه السي وحون السي markaasaan wuxuu yiri siiyey 120 dinaar oo dahab ah ayaan siiyey si ay iigu ogolaato arintii horay ay iga diiday markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aan dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yiri ittaqillaah ilaahay ka cabso walaa tafadal khaatama illaa bixaqihi khaatamkan ama furahan hajabinin illaa bixaqihi waa guur yacni هذا النكاح سنين أردت أنا سبعين أي يوتر يقول اتق الله مركا تيبا قلبك إذا تابتي يقول مركا سان ماشي ككعي فراهم كقاضي لعكتين كم عشنين ونداي إلهي وأردت هذا أنا أريد أدرت أسمي ففرج عنا ما نحن فيه لقي حي مركا إلهي أردت وأقبل بها هذا هو يقول سبحانه لقي حي ماشي وكدرك ولكن لكن كما بحكران كي صدحت بالسوقية
kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale, wuxuu yidhi ilaahayow, waxaan soo kiraystay dad ujaro oo ii shaqeeya shaqaale, markay shaqadii ii dhammeeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey. Nin baa iska diiday waxoogay waxiisalugayo yidhi war naga tag, waxaan maxayyiino isaga tag, waxaan aqi waa tagay. Xoolihiisii, xoogaygiisii u lahaa, ajrigiisii, shaqaayadiisii, mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yidhi, oon u midha maalay, cidna kuma khasbin. Wuxuu yidhi ajirkiisii intii yarayd, lacagtii yaraa uu lahaa, baa ilaahay u barakeeyo geel fara badan iyo lo' fara badan iyo ari fara badan iyo addoommaa la iibsan jiray oo fara badan, intaasoo xoolo ah ayuu noqday. Beri dambu u yimid, wuxuu yidhi ya Cabdallah, haddii ilaya ajri, hadda isii waxoogayga aan beri ayaan salugeyn ka cararay. Markaasaan ku yidhi buuri, ma aragtaa geelaas iyo lo'da iyo ariga iyo raqiiqa addoommada iyo waxaasoo dhan, adaa iskale qaado. Markaasuu yidhi ya Cabdallah, laa tastahzii bi, haygu jeejeesin anigu u jeejeesan, miskiin aan ahay waxoogayga iyo mushaarkayga isii, waxoogaygii maalintii aan ku shaqaystay isii waxaan odhan maliyey, may kugu jeejeesi maayo, intaa aad arkayso dhan lacagtii yaraydeed ka tagtay baa kuu dhashay, adaa iskale qaadaan ili wuli. Markaasuu yidhi fastaaqahu, waa wada kaxaystay oo falam yatruk shayan, shayna kama tegin. Ya mid isna inkaar qabo min dhaaha kaas, ma oran xataa neefka war awrkan ama neefka, neefkan ariga xataa, bal intaa dadaal dadaashi iyo waxa aad qabatay u qaada bedelkeed ma ona, kulli waa wada qaatu yidhi. Falam yatruk shayan, shayna muuna ka tegin, anoo arkayu wada qaatay. Ee ilaahayow, haddaan aniga arrinta aan dartaa u sameeyey, adiga dartaa u sameeyey, muxuu ka wadaa? Yani maalinta hadduu xoogaygii lacagtii uu lahaa keliya siiyo, macid baa eedsan lahay? Miyuu ka warhayaa kani? Ma ogyahay kan waxaan oo xoolo ah in lacagtiisii ay dhashay? Ma oga. Iska tag, hadduu yidhaaho xoogaygiisi uu siiyo, cidna uma raacateen. Laakiin adiga dartaa baan arrintaa u yeelay buu. Haddaan saa nahay, ilaahu naga fay, dhagaxii fog meesha waa ka baxay, saddexdii ninna way iska tageen. Hadda muxaadarada barnaamijka khuseeya kee waay, kii hore waay. So, mid walba waa mid cajaa'ib leh oo yaabla waay, laakiin kii hore labadiisa waalid, markaad si u fiirsato, ninkaasi wuxuu la yimid xaqi ugu weynaa buu la yimid lilwaalideyn, oo waa maxay? Dee waajib kuma aha, qasab kuma aha, sharcigu kuma qasbin, waa ixsaankii lana faray weeye. Ixsaanku waa fawqa maa huwa matluubun mink, farad ku amaa waa wax oo isagu dheeraada u samaynayo, inuu ilmahan gaajaysan ee cabaadaya ee qaylinaya inuu hormariyo caanahaasi, maadaama aabbihi hooyo ay seexdeen, wax dhibaataha kama soo gaadheen. Walaakin xaqooda uu dhowrayo iyo arrinta waajibka isaga dhigay aabbihii iyo hooyadii cid ka horeysa inuuna caanaha siinin ayuu diiday inuu jabiyo. Midda kale, muu iska seexdo oo markuu soo kaco berri soo kacaanay siiyaan, habeenkii o dhan buu taagnaa. Taasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqday, sababna u noqotay tafriijkii ilaahay uu ka fog. Marka waxaa laga doonayaa inaan ku dadaalo alwaalidayn xaquhumaa kabiir, inaan iska ilaalino xaqooda had iyo goor aan ku